السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل قوي، اسمه كليب دروب، فيه شوية إمكانيات حلوة، لكن احنا هنشوف بس حتة ستيبل دودل. ده عبارة عن ايه؟ ان انت اي حاجة عايز تشخبطها شخبطها، وبعد كده اقول له اعملها لي بصورة حقيقية. يعني انا مثلا اهو بعمل ايه دوت شجرة مثلا، اهو هقول له اعمل لي تري واقول له جنريت. هو بقى يعمل لي 3 صور، ابدا اختار اي صوره اللي انا عايزها. ممكن تعمل طياره، ممكن تعمل كذا، مجرد بس خطوط بسيطه هو يبدا ان هو يرسمها ويحول لصوره حقيقيه. انت بقى تختار الصوره اللي انت عايزها، او ممكن تقول له جنريت تاني، او ممكن تقول له انا عايز ستايل معين مثلا بالشكل دوت، فيبدا يعمل لك الصور اللي انت عايزها. دي مثلا عجباني، هتدوس عليها هيبدا يخليها لك جوده اعلى، تقدر ان انت تحملها تعملها داونلود، او تقدر تعمل لها شير لو انت عايز، او تقدر تعمل لها ايديت. فده كل ده في الموقع اللي هو كليب دروب، وكاتب لك ان هو عم بيستعين بستابلتي دوت اي اي. فالفكره بتاعته جميله جدا وبسيطه، وممكن حتى الاطفال يبداوا ان هم يتدربوا عليها، تمام. وتقدر تعمل شير للنتيجه بتاعتك على السوشيال ميديا لو انت حابب. طبعا في استغلالات كتيرة، تبدأ تجرب لحد ما تشوف أفضل حاجة بالنسبة لك، هي اللي تقدر إن أنت تعتمد عليها في الرسومات بعد كده.